أعزائي المشاهدين، تحية طيبة أينما كنتم. ليلة جميلة هنا في ملعب المباراة، وأجواء جميلة وطقس مثالي. أسعد بصحبتكم من كابينة التعليق، وطموحات عالية في هذه المواجهة. أجواء كروية جميلة تجعلنا نأمل بأن تكون المباراة على نفس القدر من الجمال. ننتظر مباراة كبيرة من الفريقين، ونتمنى بأن تكون مليئة بالإثارة والمتعة. هذه تشكيلة أصحاب الأرض. الفريق هنا يلعب بطريقة الأربعة ثلاثة ثلاثة التقليدية، واللي تعتمد على الأجنحة في لقاء اليوم. والآن مع تشكيلة الفريق الضيف في هذه المباراة، وسيلعب الفريق اليوم بخطة 4-4-2 التقليدية. آمال كبيرة لمشاهدة مباراة مثيرة مع ضربة البداية. سفيان بوفال يعترض الكرة بكل سهولة. رياض محرز، مساحة كبيرة في الجناح. يبعد الخطورة. حكيم الزياش، ممتاز التدخل، شوف كيف قراها. يحاول ان يشكل خطورة، ممكن التقدم الان. خروج مميز من حارس المرمى، شجاعة كبيرة، افتكاك للكرة ينقذ فريقه من هجمة خطيرة. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. يا رب على هدف مبكر، يا الله على فرحة افتتاح النتيجة. نشوف الهدف من جديد. كرة بينية ضربت خط الدفاع ومن مسافة قريبة من المرمى، يعني بأن الهدف مضمون هنا. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا. النتيجة 1-0 الآن. تدخل هنا ناجح ويستعيد الكرة. العربي السوداني هلال سوداني، تحول هجومي ممتاز وخيارات عديدة. ممتاز الفريق في نقل الكرات. كرة هدف في هذه اللحظات، مستحيل. الكرة في المرمى، هدف في منتهى الروعة. نشوف الهدف من بدايته، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل سليم. ومن هذه المسافة القريبة لا يمكن أن يهدر هذه الكرة. عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. حكيم زياش، ممكن يكون فيها خطورة. حلو المدافع، استخلاص لهذه الكرة بتدخل ممتاز. يخترق ولديه المساحة. منذ متى وقوة التسديد هي الحل في التعامل مع الانفرادات؟ كرة كادت أن تدخل المرمى لكنها مرت قريبة.
المساواه الهجومي يعطي الفريق العديد من الحلول في منطقة الجزاء. يفتك الكرة بامتياز. والآن يحدث تحول في الاستحواذ. رياض محرز يقطع باتجاه العمق. مرور ممتاز يتخلص من المنافس. سفيان بوفال تدخل سليم في اللقطة، بيخلص الكرة، بيبعد الخطورة. رياض محرز ومحاولة خطرة، لم يتصرف بالكرة بشكل سليم، كان عليه نهاية الهجمة بشكل أفضل، المسافة كانت قريبة، مثل هذه الكرات كان ممكن يمزق الشباك لا أن يهديها لحارس المرمى. سفيان بوفال تدخل دفاعي قوي وابتكاك لهذه الكرة في المناطق الخلفية. تقدم للأمام مع إمكانية تشكيل خطورة على المرمى. بتدخل يسترد هذه الكرة بهدوء. الآن فرصة حقيقية للتسجيل. تسرع في التحرك وتسلل موجود تحت سبع حكمة اللقاء. كرة إلى خارج الملعب، رمية جانبية. دقائق على نهاية الشوط ونشهد هنا تقدم كاسح للضيوف. أداء رائع جدا هنا اليوم، حتى هذه اللحظة كل شيء ممتاز في الحقيقة، مستوى كبير من فرصة وصلت لديلور والحارس يتصدى للكرة. ضربة ركنية تلعب بشكل قصير في اللقطة الماضية. كان يبحث عن هدف آخر لكن حارس المرمى يتصدى ببراعة. تلعب الكرة قصيرة. رياض محرز الكرة في الملعب رغم التصدي. هذه المرة سهلة في يد حارس المرمى، لكن ليست في كل مرة تكون بهذه السهولة. حارس قام بعمل كبير في التصدي للكرة الماضية. فرصة تتاح لاستمرار اللعب بالرغم من وجود خطأ. سفيان بوفال ينطلق بالكرة الخطيرة. تصويبة لكن الخطورة تنتهي عند الحارس. ممتاز في الضغط العالي. وينجح في اعتراضه للكرة. بينية جميلة. في النهاية الكرة لا تسفر عن شيء. دقيقة واحدة مشاهدينا كوقت بدل ضايع. العربي السوداني. والآن وصلنا لختام أحداث شوط المباراة الأول مشاهدينا. والآن ضربة بداية جديدة وانطلاقة الشوط الثاني من المباراة. سفيان بوفال واضح لديه ثقة في التقدم إلى الأمام. إنقاذ رائع للتسديدة. المساحة موجودة. الكرة في المرمى. يا رب على هدف يعزز التقدم ويوسع الفارق لثلاثة أهداف.
إعادة للهدف اللي جاء من هجمة مرتدة، وفي موقف الواحد على واحد لا يمكن المغامرة بضياع الفرصة، وتسديدة قوية لا تصد ولا ترد. ثلاثة أهداف مقابل لا شيء هي النتيجة الحالية، تقدم مريح جدا بثلاثة أهداف كاملة. سفيان بوفال، كرة عرضية في المنطقة لكن بتروح بدون فائدة. رياض محرز يقطع إلى الداخل، كرة خطيرة لرياض، بكل ثقة بكل تحدي بردة فعل برشاقة، حارس المرمى ينجح في الاختبار. كرة كانت من مسافة قريبة لكن ردة فعل خيالية خيالية لهذا الخيالي. تتحول السيطرة للفريق الآخر، ممكن محاولة مرتدة خاطفة الآن، على الدفاع بأن يكون أسرع في العودة للتغطية. ضاعت الهجمة المرتدة والآن الكرة بتعود للفريق الآخر. استحواذ كبير على الكرة من جانب الضيوف في هذا اللقاء، سيطرة واضحة على الوسط وعلى جميع الخطوط، تتكلم عن تحركات ممتازة من فرصة لوضع الكرة في الشباك. نجحوا في إبعاد الخطورة، تركيز عالي من الدفاع، مرور بشكل سليم من محرز. الحارس يذهب لالتقاط الكرة. يفقدون السيطرة هنا أمام المساحة على الطرف، يستغلها في التقدم لكن تنتهي الخطورة هنا ويتحول الهجوم. وصلت لحكيمي، كرة بتروح إلى ضربة ركنية. واضح بأن المدرب سيدفع بلعب بديل على دكة البدلاء. ضربة ركنية تمنحهم فرصة جديدة. ركنية إلى داخل المنطقة. ضربة ركنية، الكرة بتتخلص من حارس المرمى. هنا يتحول الاستحواذ للفريق الآخر. ضغط عالي واستعادة للكرة، هل يستفيدون منها الآن؟ فرصة هدف كانت موجودة، الكرة لعبت بشكل حلو، مرت من الدفاع، لكن اللمسة الأخيرة، اللمسة كانت سيئة. يوسف النصيري، حلو المدافع، استخلاص لهذه الكرة بتدخل ممتاز. يجب تسريع الهجوم المرتد الآن. سفيان بوفال، اللعب يتواصل بعد هذا التصدي. فرصة هنا تأتي بعد الضغط العالي والتدخل الناجح. ربع ساعة على نهاية أحداث اللقاء، وينجح في اعتراضه للكرة. بتدخل يسترد هذه الكرة بهدوء بعد احتساب الخطأ. أتوقع بأن تكون هناك بطاقة. مرور رائع بالكرة، تدخل ضعيف من المدافع، وهنا قد تشكل خطورة. الكرة في المرمى، الفارق يتسع لأربعة أهداف. أي أداء هجومي خيالي في هذه الليلة.
برأيي بأن المباراة حسمت لأن الفارق في الأهداف كبير جدا، وأعتقد أن خلاص المباراة اقتربت من النهاية. سوفيان بوفال، شوف حارس المرمى يدافع عن المرمى ببسالة. تسع دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة. سوفيان بوفال، حلوة الكرة البينية خلف المدافعين، ينجح في التصدي. تنفيذ الضربة الركنية في وسط منطقة الجزاء. محاولة كبيرة لهجمة مرتدة ممكن أن تشكل خطورة. الفريق لازم يستغل فرصة الكرة المرتدة. أوهو، تصدي ممتاز. أي رؤية، أي دقة. تسديدة يا رب، يفتك في مكان خطير. يتصدى الحارس واللعب يتواصل. تكتب نهاية للخطورة في هذه اللقطة. شوف المساندة، شوف طلب الكرة من الزملاء. هنا مع يوسف عطال، تدخل عنيف في منطقة الجزاء. يا رب على التصديم، سرعة ردة فعل غير عادية لكرة قريبة جدا، لكنه نجح. وهذه هي سطرة نهاية المباراة وفوز مهم للضيوف خارج الأرض. فوز رائع تحقق اليوم، الأداء الجيد تحول لنتيجة كبيرة في الملعب، وهذا هو النجاح المثالي في عالم كرة القدم.